طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بكم في بداية هذا الفصل الدراسي، وأتمنى إن شاء الله أن المادة هذه بإذن الله عز وجل تكون ممتعة ومفيدة لكم، وهي مادة من أفضل المواد على كل النواحي، سواء من الناحية التطبيقية بعد التخرج تجد لها مجالات كبيرة جدا، وأيضا من ناحية أن المهندس بدون ما يكون عنده خلفية عن الاهتزازات الميكانيكية ميكانيكال فايبريشنز يعتبر مهندس ضعيف جدا. فلذلك يعني اعتبرها فرصة لكم انكم تاخذوا هذه المادة وتتمكنوا منها ان شاء الله، وهي مادة زي ما قلت ممتعة، ما فيها اي صعوبة، ولا يعني مجرد يحتاج انك تكون متمكن نوعا ما من الرياضيات البسيطة، يعني يكون عندك متمكن من الرياضيات simple basics، وأيضا ميكانيكس ماتيريال تكون يعني عندك قاعدة جيدة في الميكانيكس ماتيريال، وأيضا في الداينامكس. هذه الثلاث مواد اللي تحتاج أنك تكون ملم فيها حتى تجد المادة هذه سهلة، وإن شاء الله بإذن الله حنا نستخدم وسائل جديدة في المادة، من ضمنها اللي هو الآن الصوت اللي يتكلم فيه والعرض اللي يعرض أمامكم يسجل على أسطوانة، وبطريقة ما يتم إعطائها لكم هذه الأسطوانة، بحيث أنه لو ما فهمت الدرس ممكن تعيده مرة اثنتين ثلاث أربع. كل الكلام اللي يعرض والسلايد اللي يعرض بيكون موجود لديكم available، يمكن أنك تستفيد منه لاحقا، فبالتالي ما يحتاج انك تشغل نفسك بالكتابة او تشغل نفسك بتدوين المعلومات، لانه هذه تكون موجودة معاكم بالكامل. اللي تحتاجه انك تبدع في فهم هذه المادة، وتبدع في يعني استخراج تطبيقات، تبدع في ربط هذه الكونسبتس اللي تعلمتها بالواقع. جيد، وبالتالي سنستخدم احنا في المادة اللي هو الكولابوريتيف ليرنينج، اللي هو التعلم التشاركي التعاوني، بمعنى انه يكون مجموعات. لاحظوا ان الطاولات عندنا يعني نستخدمها كمجموعات، فيحتاج من الان انه كل مجموعة متناسقة متفاهمة مع بعض يكونوا مجموعة، بحيث انه هذه المجموعة ستظل تقوم باعمال جماعية، من ضمنها انهم هم اللي بيقوموا بشرح الدروس. أحاول جاهدا إنه يعني قبل شرح الدرس أعطيكم السي دي فيه شرح مبسط، شرح للبيسكس للمبادئ، مبادئ المحاضرة الأساسيات رحمك الله، والمجموعة عليها الدور إنها تفهم هذه الأساسيات، تستعرضها مرة واثنتين وثلاث، وتحل تمارين عليها، ويجهزوا باوربوينت عليها ويشرحوها للطلاب. فسيكون الشرح من طرفكم أنتم، أنا سأقوم بإعداد مثل هذا العرض فيديو، مجموعة تطلع عليه تفهمه، وبعد كذا تقوم بإعادة شرحه مرة ثانية لزملائهم وإعطاء تطبيقات وتمارين عليه. جيد، وحتى الاختبارات ممكن أنها تكون يعني أنتم اللي تضعون الأسئلة، أنا ممكن أختار منها بعض المسائل المهمة والمفيدة وذات العلاقة، فالمادة منكم وإليكم، سيكون الجهد على الطلاب والفائدة على الطلاب، أنا بدوري كما يقال فاسيليتيتور، يعني مجرد أني أيسر لكم الفاسيليتيز وأتأكد أنه العملية التعليمية تسير على ما يرام. إذا من الآن فصاعدا نقسم مفردات المنهج على مجموعات، طبعا العدد إلى الآن ما اكتمل فما نعرف كم مجموعة عندنا، لما يكتمل العدد يتضح كم مجموعة، ربما يعني من 4 إلى 5 مجموعات عادة تكون المادة، فكل مجموعة تأخذ جزء من المنهج وتتولى هي البحث في المكتبة عن كل ما يتعلق بهذا الجزء، وإعداد باوربوينت وعرضه على الطلاب وحل مسائل وتمارين عليه، ويكون مسؤوليتهم بالكامل تفهيم توصيل هذا المنهج، هذا الجزء من المنهج للطلاب. جيد؟ طيب، نبدأ الآن في مفردات المنهج.
وحتى نلخص علاقة المادة بالكورسز السابقة، ممكن نقسمها إلى 4 parts: no force, no motion، أو في force بس no motion، أو في عندنا no force وفي motion، والأخيرة اللي هي force وموشن. إذا 4: no force, no motion, force, no motion, no force وموشن، والأخيرة يكون في force وإيش وموشن. الحالة الأولى اللي هي no forces و no motions هنأجلها شوية، بس ننتقل للحالة الثانية اللي هي يكون عندنا forces و no motion، هذه سميناها statics، تمام؟ وأخذتوا فيها مقرر كامل أظن في المدنية ولا لا؟ في السيفل انجينيرنج. الثالث، المربع الثالث ايش تتوقعون؟ انه يكون في عندنا no forces وفي motion. كاينماتكس يكون عندنا no forces بس في motions. ما يهمنا الفورسز، هي اصلا موجوده الفورسز، بس ما يهمنا احنا دراسه الفورسز، بس يهمنا دراسه الموشنز، الانجلز وسبيد وما الى ذلك اللي هي كاينماتكس. اخذتوها في داينامكس، ماشين داينامكس. اوكي، الحاله الثالثه اللي هي يكون في فورسز موشن، وهذه الداينامكس. احنا في المربع الرابع هذا اللي هو ايه الداينامكس، يعني تجد انه احنا في هذا المربع اللي هو الداينامكس الفايبريشنز. المربع الاول هذا هو كيرز، ما يهم ما دام نو موشن ونو فورسز، شيء ما يهم، زي مثلا ستايل فرنتشر مثلا، تمام؟ نو موشن نو فورسز يعني فور ستايلينج، مجرد بس شكل جمالي. احنا نبغى كما قلنا نبني على الماضي، بيلدينج اون ذا باست، فحيكون لا شك انه لابد انه كل واحد يكون عنده باك جراوند في الاستاتيك والداينامكس، وباك جراوند في ميكانكس في ماتيريال، و اتس فيري امبورتنت تو اندرستاند الديفرنشال ايكويشنز اللي هي ماث 203. ماث 203 صح ولا لا؟ اخذتوا ماث 203؟ مين اللي ما اخذ ماث 203؟ كلكم؟ ها؟ نعم؟ 204 ولا 203؟ 204 ايوه ايوه، معناته ماث 204 صح؟ 204 كلكم اخذتوا 204؟ تمام، مهمة جدا ماث 204 معانا، لأن نبني عليها أشياء كثيرة. Let's see the vibrations in our life، يعني في حياتنا العملية اليومية، في الفايبريشنز موجود في كل مكان نعيشه، بل ليس مستغربا وليس عجيبا أن أقول لكم أنه بدون الفايبريشنز ما في حياة أصلا. هل تتوقعون؟ هل يمكن نعيش بدون فايبريشنز؟ هل الفايبريشنز لهذه الأهمية لدرجة أني أقول لكم you cannot live without it؟ حد يقدر يشرح لي النقطة دي؟ ليش أنا ما أقدر أعيش بدون؟ أنتم كيف تسمعوني الآن؟ على أي أساس قاعدين تسمعوني؟ إنه في فايبريشنز، في موجات تنتقل لها ويف لينث ولها فريكونسي معين تنتقل لكم، وتفهمون الكلام اللي أقوله على إنه لها معاني معينة. فتخيل لو ما كان في فايبريشنز كنت بتسمعوني؟ ولا كنت بسمعكم، كنتوا بتروني؟ ما كنتوا بتروني ولا كنت براكم، وبالتالي بيصير الكوميونيكيشنز معدومة بيننا. فبالتالي اصبح ان الانسان ديد، ميت، اذا كان لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يتفاعل لا يتواصل، معناته انه ايش؟ ديد، صح؟ اضف الى ذلك ان ذكر الله حتى سبحانه وتعالى في القران الاهتزاز، قال الله عز وجل: وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل شيء بهيج. الاهتزاز هذا دليل الحياه، ولو لم يكن في الأرض صفة الاهتزاز لما نبتت النباتات ولما أخرجت الأرض رزقها، وبالتالي هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون أن تخرج الأرض ما فيها من رزق، من ثمرات ومن غذاء ومن... لا يمكن. فإذا الاهتزاز مهم جدا. تخيل القلب يقوم على الاهتزاز، لو ما كان فيه vibrations في القلب ما كان الإنسان يستطيع أن يعيش. الرئة، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون حركة الرئة الاهتزازية الترددية،
ايضا احيانا الفايبريشن يسبب مشاكل، زي هذا الرجل النايم قاعد يخط، ها تمام، يعني شخير شخير في النوم، هذا يعتبر فايبريشن بالمناسبة، عند فريكونسي معين يصدر صوت معين، هذا فايبريشنز. فالفايبريشن دائما مو جيد، احيانا يكون سلبي. فلذلك الفايبريشنز احنا نقول عنه انه يو كان نوت ليف without it and sometime you cannot live with it. مثل ايش؟ مثل الشخير المزعج، هذا اللي قاعد نايم شخير مزعج ما تقدر تنام معه. لو نظرنا الى صوره اشد قتامه واكثر سوءا، الزلازل مثلا، الزلازل هي عباره عن فايبريشنز، صح؟ فبالتالي لا يمكن انك تعيش في وجود الزلازل، كوارث مدمرة تحدث. النور زي ما قلنا الضوء طبعا يعتمد على vibrations، ولذلك لا يمكن أن ترى بدون vibrations ولا تسمع بدون vibrations. ف زي ما قلنا الفيربال كوميونيكيشنز، حتى النون فيربال كوميونيكيشنز كلها تقوم على vibrations. هذا الشخص يتكلم، ذاك يسمعه، وذاك يتكلم، هذا يسمع عن طريق الفايبريشنز. نتحرك نحن ب يعني حركة ترددية لها فريكونسي معين، وبالتالي فايبريشنز. جيد، احنا طبعا ما بنحصر، ما بنوسع على انفسنا نتكلم عن الفايبريشنز بصفة عامة، هذه طبعا تطبيقات للفايبريشنز في الحياة. احنا سنحدد اتجاهنا في الميكانيكال فايبريشنز، ان يكون عندنا ميكانيكال سيستمز وفي فايبريشنز، في احنا بندرس هذا الميكانيكال سيستم. زي مثلا شايفين هناك في 3 ماسز و 3 سبرينجز، هذه تعتبر ميكانيكال سيستمز، فهذا اللي حنتكلم عنه في الكورس. ما بنتكلم عن الفايبريشنز ان جنرال، لكن احنا وي ويل ليميت اور سيلف تو ميكانيكال فايبريشنز، اللي مقصود فيه vibration of dynamic systems. ال dynamic systems أو ال mechanical systems هي ال systems اللي تتكون من mass و elasticity على الأقل، ممكن في elements ثانية زي ال damping مثلا، لكن أي mechanical systems لابد أن يكون فيه إيش؟ يكون فيه زي ما أنتم شايفين هنا mass وفي spring، هذا نسميه mechanical system. جيد، فايبريشنز احيانا يكون فريند واحيانا يكون فو، ها، احيانا يكون صديق واحيانا يكون مرعب. فمتى يكون صديق، متى يكون مرعب؟ شوف هنا تطبيقات متى يكون صديق، يعني في تطبيقات صناعيه مثلا الدريل، مثلا على سبيل المثال ابسط، يقوم على الفايبريشنز ويقوم لنا يعني يقدم خدمات رهيبه في الصناعه، ولا لا؟ الأشياء كثيرة، مثلا السيور المتحركة، تفضل، السيور المتحركة تعتمد على السايكليك موشن، بريديك موشن، أو عليكم السلام فايبريشنز، أي شيء فيه فريكونسي ويفز هذا يعتبر فايبريشنز. مثلا طبعا نسيبك من التطبيق الثاني، لكن لو انتقلنا للثالث، التطبيق الثاني لانه فتح زجاجة يعني البيرة او الواين، واشنج ماشين، هل يمكن انه الواشنج تقوم بغسيل الاواني بدون ما يكون في فايبريشنز؟ ما ينفع. الحركة الميكانيكال فايبريشنز هذه مهمة جدا في تحقيق الاوبجكتيف من الغسالة، اللي هي غسيل سواء الاواني او الصحون او الملابس. الميكانيكال شيكرز، احيانا نحتاج ان نعمل شيكنج لاي سيستم ميكانيكالي، يعني مثلا على سبيل المثال الكرسي اللي يعمل مساج للجسم، هو يعمل شيكنج للجسم وبالتالي يحدث استرخاء للعضلات، يحدث راحة للعضلات. فله تطبيقات كثيرة رائعة، مثلا الساعات وما الى ذلك. في الطب مثلا، في تطبيقات كثيرة للطب، مثلا إنعاش القلب، عندما تحدث أزمة في القلب يستخدموا الاهتزازات لإنعاش القلب. متى يكون كارثة؟ عندما
عندما يكون هناك ريزونانس. شوف ريزونانس 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 تعريفه ببساطة، حنتناوله بالتفصيل لاحقا، لكن ببساطة هو انه يحدث توافق بين التردد الطبيعي للسيستم وبين التردد الخارجي اللي مسلط على السيستم. اي سيستم في الوجود له تردد داخلي طبيعي نسميه اللي هو ناتشرال فريكونسي. اذا توافق هذا التردد الداخلي مع تردد خارجي يحدث هناك ريزونانس. فالريزونانس هي رنين بالعربي اللي هو استجابة، يحدث هناك استجابة قصوى. فلو شفنا هنا مثلا، في عندي موفي هنا يشوف كيف جسر اسمه تاكوما نارو بريدج، كان تحفة يعني، كان يعتبر معلم يعني حضاري في عالم المباني في الهندسة المدنية. عندما افتتح، خليني أعطيكم فكرة عنه. هنا فابريشن لاب، هتشوف كيف، شوف كيف الجسر، جسر تحفة جمالية ولا لا؟ شو رأيكم فيه؟ شايفينه؟ كبر لكم أكثر، جميل ها؟ لكن للأسف المهندسين اللي صمموا الجسر هذولا ما كان عندهم فرصة مثلكم، وأخذوا فابريشن، خرجوا من كلية لانسن، ما يعرفون شيء اسمه فابريشن أناليسيس، فما اهتموا في التصميم بالفابريشن. تعرف ايش صار له؟ صار له كارثة، رغم انه كان تحفة، وحضر حاكم الولاية في وقت الافتتاح، وحضرت وسائل الإعلام، وكان يوم مهيب افتتاح التاكوما نارو بريدج. لكن بعد 3 شهور فقط من الافتتاح، بعد 3 شهور فقط حدثت الكارثة. ايش هي الكارثة؟ شوف الكارثة، شايفينها؟ شوف كيف صار الجسر؟ شو رايكم؟ لا ولا زلزال ولا شيء، رياح بسيطة، بس انه تردد الرياح وافق التردد الطبيعي للجسر، فحدثت استجابة قصوى اللي هو ريزونانس، حدث هذا التدمير الرهيب، كارثة. شوف المصمم بعد شيء بتشوف سيارته واقفة في النص، هذا شوف سيارته، حاول انه ينقذ ما يستطيع. المهندس المسؤول ما اكتشف السر، بعدين هرب بالسيارة وتحطم الجسر بالكامل، بالكامل تحطم، انهار في البحيرة بالكامل. يعني في صورة كمان ما هي موجودة معي حاليا تكملة القصة، انه الجسر لما صار بهذا الشكل في هاي ديفورميشن في الجسر، بعدين ارتفع في السماء كده، ثم خرب في البحيرة بالكامل تحطم. تذكرني قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. شوف نفخ في الصور، ما أظنه يعني في الاستاتيك أناليسيس إنه بيحدث هذا التدمير، إنه تحمل الأرض والجبال ثم تدك دكة واحدة. يفهمها اللي ممكن يفهم قضية ظاهرة الريزونانس. شوف رياح بسيطة، بسيطة جدا الامبليتيود حقها، لكنها وافقت التردد الطبيعي للجسر كيف عملت فيه. فالنفخة هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، لو وافقت تردد الجبال والأرض ممكن تحدث كارثة تدميرية كما في الآية: حملت الأرض والجبال. الجسر فعلا حمل ثم دك في البحيرة بالكامل، فدكت دكة واحدة. إذا في هذه الحالة، هل الفابريشن فريند ولا فو؟ فو. فلو رجعنا مرة ثانية نشوف مثلا في الآلات الصناعية، في التيرنينج ماشين أو في الماشين تولز عموما، آلات القطع، الفابريشن يعتبر سلبي، لأنه يهمك في القطع في الكاتينج إنه يكون السموث، الموشن سموث، ما في أي فابريشنز. لأنه إذا في فابريشنز في الكاتينج تول معناته إنه بيحدث تشوه في السطح المقطوع، وبالتالي يصير ديفكتيف، مشكلة. بعض مستويات الفابريشن العالية ربما تؤدي إلى تلف في مثلا
في الشافت مثلا، ولا في البيرنج، ولا في الجيرز، اذا كان في فايبريشنز عالي ممكن يسبب الى احيانا كوارث حتى تحت. تاثير الفايبريشنز على الهيومن بادي تعتبر باد افكت، يعني حتى الناس اللي يشتغلوا في مناطق فيها اهتزازات عالية يعطونهم بدل تعويض في الراتب عن نتيجة اللي تعرضهم للاهتزازات والضوضاء، لأنه يفقد من صحته ويتعرض لمشاكل في السمع، مشاكل في الدماغ، مشاكل في الاتزان، نتيجة لتعرضه إلى مستويات مرتفعة من الفابريشنز. أيضا الساوند كواليتي، يعني الصوت نتيجة لحدوث فايبريشنز، ما في بعض المنتجات اللي تهتم بإنتاج الصوت النقي إذا كان فيه اهتزازات يأثر عليه، صح ولا لا؟ فيعتبر في هذه الحالة باد افكت للفايبريشنز. طيب هذه طبعا كمقدمة، وأنا لاحظ أني أجلس جنب الكمبيوتر لأن عادة أتحرك مع الطلبة ودايناميك، يعني عادة أكون أنا فايبريتس في الفصل، لكن لأنه لابد من تسجيل صوتي من كاميرا أمام الشاشة فأضطر أني أجلس قدام الكمبيوتر حتى يكون في تسجيل للصوت، تستفيدوا منها بعد كذا. جيد، لاحظوا أن هذا الجزء حيكون مجموعة منكم حيشرحوا هذا الجزء المرة القادمة إن شاء الله، فلذلك ركزوا معنا حتى يكون هذا الجزء مفهوم لكم. الفابريشنز ان ماشينري، شوف كيف هذه المشين الكبيرة الضخمة جدا فيها فابريشنز، صح ولا لا؟ احنا مثلا على سبيل المثال نبغى نعمل سيستم ايدنتيفيكيشن، نبغى نعرف، لانه عارف في الميكانيكال سيستمز في شيء اسمه ايدنتيفيكيشن، بمعنى انك تعرف اي سيستم. احنا مثلا انت شخص من الناس، يعني الاسم الكريم ايش؟ سعد ايش؟ سعد محمد المطرفي. الاسم الثلاثي هذا يميزك عن اي شخص ثاني، والاسم الرباعي طبعا يميزك اكثر، صح؟ فلو قلت سعد محمد المطرفي هذا خلاص تعتبر انت معروف بهذا الاسم. جيد، الميكانيكال سيستمز، اي ميكانيكال سيستمز اذا انت عرفت ثلاثة اشياء فيه تعتبر عرفت السيستمز، زي ما كان في اسمك الثلاثي عرفك انت. اي ميكانيكال سيستمز اذا عرفت ثلاثة اشياء يعتبر بالنسبة لك معرف، فبالتالي تعرف كل شيء عنه وتعرف الريسبونس والبيهيفير لهذا السيستم في اي حالة كانت. فاول حاجة اللي هو الناتشرال فريكوانسي اللي هو التردد الطبيعي، ثاني شيء اللي هو الفايبريشن مود، اوكي، او مود شيب، وثالث شيء اللي هو دامبنج. ثلاثة اشياء اذا تعرفت في اي سيستم معناته السيستم هذا معروف وسلوكه نتيجة لأي external load هيكون معروف. فهنا في المشين هذه يعملوا identification، يخبط خبطة كده بالهمر، شايفينه بالهمر هنا، ايوه، ويقيس هنا في سنسورز ويقيس يشوف استجابة السيستم للهمر هذه، استجابته للاهتزازات هذه، اوكي، عشان يعمل اناليسز وعشان يعمل ايدنتيفيكيشن تعريف لهذا السيستم. الفايبريشنز ايضا ممتع وجميل في الترفيه، مثلا التزلج على الجليد مثلا، او في مثلا على سبيل المثال بعض كراسي المساج مثلا، او بعض الغرف اللي تعمل سيميليشن للواقع، في عارفين في بعض الغرف لما تدخل فيها تهتز وتتحرك كأنما أنت تعيش فعلا الصورة اللي قدامك، يعني فيستخدم الفابريشنز في الترفيه بشكل ملحوظ. طبعا في المجال العسكري وفي مجال الدفاع، قوات الدفاع وقوات الجيش وما إلى ذلك يستخدم الفابريشنز بكثرة، ويعتبر وسيلة يعني في غاية الأهمية. أمس كانوا عندنا وفد من القطاع العسكري من الرياض، مجموعة ضباط،
وكنا نشرح لهم عن المودل اناليسز في الفايبريشن لاب. مودل اناليسز شوف اللي مكتوب هنا، ونشرح لهم عن الامكانيات الموجوده عندنا. فيعني كانوا ابدوا ترحيبهم، ويعني يعني رغبتهم في التعاون، كيف نستطيع احنا نتعاون في الجامعه مع القطاع العسكري لنقوم بحل مشاكل عندهم، او لنقوم باقتراحات لتطوير في اي مجال إن كان. فهناك علاقه وثيقه بين الفابريشنز وبين القطاع العسكري. فابريشنز ان ديفنس، فابريشنز ان ترانسبورتيشن. مثلا شوف هذه، ايش هذا؟ قطار ولا ايش؟ هذا قطار ولا مترو ستيشن ولا مترو؟ مترو سبوي. هذا ايش الفرق بين المترو والقطار؟ لا لا مو شرط، ممكن يكون القطار تحت الارض وهذيك فوق الارض، مو هذا الفرق. ايوه المترو يعتمد على الكهرباء، والقطار يعتمد على الوقود، الاحتراق الوقود، تمام. ولذلك صوت القطار مزعج، تسمع له يعني صوت مدوي، لكن المترو مره هادئ وانت جالس داخله ما تحس باي شيء. مين ركب مترو قبل كده؟ عقبال ما تركبونها ان شاء الله في جده في عام 1000 وكم ولا 2000، ان شاء الله في عام 1400، يعني ما يكون في 1500 اتمنى. في مصر يعني، شوف مصر بجنبنا عندهم مترو يعني رائع. فابريشنز ان ايروسبيس، ايضا الفابريشنز في دراسات الفضاء، في هندسة الفضاء مهم جدا. الفابريشنز في الاوتوموبيلز اللي هي العربات، عارف العربات الان تتنافس في ايهما يستطيع، في ايهم يستطيع ان يحصل على عربة الفابريشنز فيها معزول، صح ولا لا؟ اكثر سيارة نجحت في هذا الشيء لكسس، نجحت نجاح كبير جدا في انها تعزل الفابريشنز الخارجية عن اللي داخل السيارة، لذلك ما تشعر بأي اهتزاز خارجي. يعني احيانا ما انا في سيارتي انشغل فجأة بحاجة يعني، والإشارة تكون ولعت خضراء، فانشغل بحاجة يعني معينة ونسيت من الإشارة، وهم يضربوا بوري طاط طاط، ماني سامعه، إلا طالع في الإشارة ألقاها خضراء أمشي، ما تسمع. يعني صار في عزل كبير جدا للصوت والفابريشنز. طبعا في علاقة بين الفابريشن والساوند، شوف لاحظ هنا ساوند اند فابريشنز، فابريشنز يولد ساوند، تمام. ففي علاقة قوية جدا، وفي تنافس بناء على حسب النجاح في عزل الفابريشنز. طبعا هذا برضو الساوند نويز ان الاوتوموبيلز. خلينا ندخل الحين الى الموديلنج، كيف نعمل موديل لميكانيكال سيستم. طبعا اللي راح كله هذا مقدمة حتى نرى أهمية وتطبيقات الفابريشنز في الحياة العملية. شوف هذه سيارة موديل 2007، ما تأخذ المطب، شوف كيف تمشي كذا بدون مطب. السيارة هذه نبغى نشوف كيف نقدر نعمل لها موديلنج، كيف نقدر نعمل موديلنج لهذه السيارة بحيث ان نعتبرها ميكانيكال سيستم. فكيف الاقتراح اللي ترونه انتم؟ احنا زي ما قلنا الميكانيكال سيستم لازم يتوفر فيه على الاقل ماس وسبرينج حتى نقول عنه ميكانيكال سيستم. فكيف نعمل موديلنج لهذه؟ ها؟ سبرينج وي؟ نعم؟ لا، هي السيارة ككل يعني أبسط تمثيل لها إيش يكون؟ ماس على سبرينج، تمام. فأبسط شيء يكون ماس على سبرينج، الكفرات كلها نعتبرها سبرينج، والماس السيارة كلها نعتبرها الماس ام. هذا أبسط تمثيل للسيارة، في تمثيل غير كذا ممكن؟ ممكن احنا نعمل اربع سبرينج. الموشن للسيارة اللي هو اكس، حركة السيارة في الاتجاه للفيرتيكال اكس، ممكن زي ما قال اخي ايش؟ عبد الرحمن ايش؟ غانم. لاحظنا نتعرف بهذا الشكل يعني بشكل غير تقليدي ممل، مع ان ده نتعرف هنا سعد المطرفي وعبد الرحمن الغامدي الغانمي، حياك الله عبد الرحمن. فبدل ما كان سبرينج واحد صار فيه تو سبرينجز زي ما قال عبد الرحمن، هذا بيعطينا دقة اكثر.
تمام، يعطينا دقة أكبر، ونقدر إحنا نعرف الموشن بشكل أكثر دقة، بدل ما يكون الموشن رف يعني غير دقيق. وممكن نضيف كمان دامبنج أو دامبر، عارفين الدامبر؟ يعني سبرينج وظيفته إنه يعمل ستورينج، يخزن الطاقة البوتنشال، الطاقة الإيش؟ الكامنة، بوتنشال إنرجي. بينما الدامبنج أو الدامبر وظيفته إنه يعمل ديسيبيشن، أو يعمل طرد للطاقة على شكل حرارة أو على شكل صوت، إنه يخلص السيستم من الإنرجي. أوكي؟ فائدته إنه تو ديسيبيت، اللي هو هدر، ديسيبيت اللي معناه هدر الطاقة. تمام؟ موجود في السيارة الدامبر ولا لا؟ اللي يسمونها مساعدات يسمونها، هذا يعتبر دامبر. دامبر وسبرينج مع بعض. فوظيفته مهمته الدامبنج انه يعني يشتت الطاقة خارج السيستم، لأنه لو بقيت الطاقة داخل السيستم تظل تظهر في شكل حركة أو في شكل صوت أو ما إلى ذلك. هو يشتت الطاقة عن طريق الحرارة مثلا أو عن طريق الصوت، يشتت الطاقة خارج السيستم. جي كيف جاء الدامبنج من السيارة؟ انه الكفرات مصنوعة من الربر، والربر معروف انه دامبنج ماتيريال، يعمل دامبنج، لذلك موجود بصفتها السيارة موجود فيها دامبنج، فنمثلها بدامبر. يعني لاحظ الكفرات الأمامية مثلناها بسبرينج ودامبر، الكفرات الخلفية مثلناها بسبرينج ودامبر. جيد، هل هذا هو أكثر شيء دقة ولا ممكن دقة ثانية؟ إيش رأيكم؟ ممكن يعني نكون أكثر دقة من كذا؟ أوكي، اثنين سبرينج قدام، اثنين سبرينج أمام، واثنين سبرينج خلف. الاسم الكريم؟ عبد الله الغامدي ولا الغانمي برا؟ الغامدي. عبد الله الحين يقول اثنين سبرينج قدام واثنين سبرينج ورا، تمام، ودامبر معاه ولا بدون؟ ما يحتاج، ممكن ما يحتاج دامبر، وبالتالي المسألة تكون أكثر بساطة. وممكن تضيف دامبر مع اثنين دامبر قدام واثنين دامبر ورا حتى تكون أكثر دقة. يعني يشتت الطاقة، لأنه لو ما كان في دامبر بتجلس السيارة كذا، تجلس السيارة فابريس إلى أن توصل البيت، تنزل من السيارة وتقفلها وهي قاعدة إيش؟ شغالة، واليوم الثاني ترجع تركب فيها وهي شغالة. بس اصلا في الواقع لا يمكن انك تلقى جسم او سيستم بدون ما يكون فيه دامبنج، لان اصلا الهواء نفسه عندما يتحرك السيستم بهذا الشكل نتيجة لاحتكاكه بالهواء يكون فيه دامبنج. ف يعني لذلك لا يمكن في شيء انه يستمر اسكوليتس فور ايفر، لابد انه يكون في لحظة من اللحظات يتوقف. تمام؟ جيد، فهذا وظيفته انه يشتت الطاقة خارج السيستم. بالتالي اذا وضعنا احنا هذا الموديل، فما بدل ما كان عندنا اكس واحد بس، صار عندنا اكس قدام واكس ورا، يعني في موشن للامام وموشن للخلف، صح؟ صار عندنا 2 ديجري فريدوم. ممكن احنا نقوم بدقه اكثر باننا نعمل موديلنج ايضا للكفرات. الكفرات لها ماس ايضا، مش السيارة فقط، التاير نفسها لها ماس، صح؟ اوكي، فممكن احنا نفرض الكي، هذه الكي الامامية والسي الامامية هي اللي هي المساعدات، وهنا الكي والسي هي المساعدات الخلفية، تمام، والام هي الماس للتاير، والماس للتاير هنا التاير والويل اللي هو الجنط نفسه والكفر كله لها ماس. طبعا هل هذا يكفي؟ هل هي معلقة في الهواء كذا؟ لا، صح؟ لازم نضيف ايش؟ سبرينج ودامبر او سبرينج لوحده، تمام؟ يمثل الربر حق الكفر، ياس، تمام؟ وبالتالي صار في 2 ديجري فريدم عندنا، موشن للخلف وموشن للامام. كيف تعرف 2 ديجري فريدم؟ كيف تعرف ان هذه ديجري فريدم لوحدها؟
ديجري فريدم معناته حريه حركه. فانا اقول ان عندنا 2 ديجري فريدم، عندنا ديجري فريدم اكس 1 وديجري فريدم اكس 2، تمام؟ فهذه طبعا مستقله عن هذه. كيف تعرف انها مستقله؟ لو ثبت اكس 2 لو حطيت يدك هنا ثبت الجزء هذا، هل ممكن هذا يتحرك؟ ممكن، معناته انه هذه ديفرنت ديجري فريدم، مستقله اندبندنت. ولو ايضا ثبت هذه، هذه حتتحرك. فعندنا 2 ديجري فريدم هنا، 2 degrees of freedom. في كمان degree of freedom للايش؟ للكفرات، ممكن تتحرك صح؟ ممكن تثبت السيارة والكفر يتحرك ولا لا؟ البادي حق السيارة ممكن يثبت ويتحرك الكفر، ممكن. وبالتالي في عندنا degree of freedom هنا x3 و degree of freedom هنا x4، معناتها how many degrees of freedom we have؟ 4 degrees of freedom. لاحظوا اسهل موديل عملناه كان 1 ديجري فريدم فقط، وكان 1 سبرينج، لكن هنا شوف كم صار 4 ديجري فريدم، وفي عندنا دامبرز وفي عندنا سبرينجز. ممكن احنا نضيف السيتس، نضيف لها ايضا ماس، عارف السيتس ما لها ايضا، هي لها لها نسميها احنا ماونتس بمعنى انها مثبتات للسيت صح؟ فيها يعني تعتبر الماونتس هذه تعتبر فيها سبرينج برضه. فممكن السيت نضيف لها ايضا ماس بحيث نعمل لها موديلنج، ما نهملها. لان يمكن يهمنا احنا الموشن للسيت، يمكن يهمنا احنا ان نعرف الموشن للسيت، لان نشوف احنا يهمنا ان ندرس كم الراكب يتعرض للاهتزاز، ما يهمنا السياره، يهمنا الراكب. لذلك لازم نعمل لها موديلنج. فصار ماس للسيت. طبعا هاو ماني سيتس عندنا في الريل؟ 4 سيتس، لكن هنا جمعناهم كلهم في 1 ماس. ممكن نبسط المساله يعني، لكن ممكن اذا اردنا ان نكون اكثر دقه ممكن نضع 1 ماس للرير سيتس و1 ماس للفرونت سيتس صح؟ وبالتالي هاو ماني ديجريز فريدم صار عندنا؟ صار 5، الأربعة القديمة، وصار في ديجري فريدم للسيت اللي أضفناه. وبالتالي الموشن ممكن تكون يعني في عندنا ديفليكشن للسنتر اوف ماس، شايفين السنتر اوف ماس من هنا، في عندنا ديفليكشن اللي هو اكس 6، وفي عندنا موشن اللي هي ثيتا. اوكي ثيتا اللي هي الانجل اللي يحدثها الاكسس اوف ذا ماس مع الاكس اكسس. جيد، فممكن نقول اكس 1 واكس 2 او نقول اكس 6 والثيتا، صح ولا لا؟ يعني الحركه بهذا الشكل، في عندنا حركه بهذا الشكل وفي حركه بهذا الشكل معاها. وممكن نعرفها بحركه السنتر اوف جرافيتي لها لو اكس 6، وايضا الديجري فريدم اللي هي الثيتا الزاويه اللي تشكلها مع الاكس اكسس. او ممكن نعرف هذه الحركه بحركه الطرف اللي على اليمين اللي اكس 2 مثلا، والطرف اللي على اليسار اللي هو اكس 1. خلاص ممكن. شوف هذا جسم الانسان، عملنا له موديلنج. شوف الهيد والرقبه كانت سبرينج ودامبر، وبعد كذا الابر بارت الجسم، تمام؟ وعملناه متصل بسبرينج، اوكي، اللي هو الـ ممكن نقول احنا الظهر اللي هو ستيفنس، اوكي، و عفوا الهبس للحوض، تمام، والليجز اعطيناها ماس، اوكي، والفيت الاقدام اعطيناها ايه برضو ماس. بين كل ماس وماس في عندنا سبرينج ودامبر، اوكي. فهذا تمثيل بسيط للجسم. ممكن احنا ندرس جسم الانسان كانه ميكانيكال سيستم ونشوف الموشن اللي فيه، تمام؟ طيب احنا اتفقنا انه عشان اي سيستم نقول له ميكانيكال سيستم، فهذا يقتضي انه عندنا يكون ايه ماس. اول شيء لابد يكون فيه ماس. ايش وظيفه الماس؟ انها تعمل ستورنج للكاينتيك انرجي، تعمل ستورنج ليه؟ للكاينتيك انرجي،
شيء ستورنج للكاينتيك انرجي، بينما السبرينج يعمل ستورنج ليش؟ ليه؟ للبوتنشال انرجي. الاسم الكريم محمد. طيب فبالتالي نشوف احنا كيف نعمل موديلنج او كيف نعمل اناليسز للماس. سبرينج زي ما قلنا احنا انه يعمل ستورنج للبوتنشال انرجي، بينما الدامبر يعمل ديسيبيشن اللي هو انرجي لوس. تمام جميل. هذا بالنسبه للترانزليشن اللي هو الحركه الانتقاليه. لو كان الحركه تردديه الروتيشنال اليمنتس، بدل ما كان في ماس صار في عندنا ديسك لو جي اللي هي بولر مومنت اوف انيرشيا. تمام، وبدل ما كان عندنا موشن ترانزليشن صار عندنا روتيشن ثيتا مثلا. تمام، فائدة الاليمنت هذا ليش؟ هو ايش فائدته؟ ستورينج وات؟ ايش تتوقعون؟ سهل. ستورينج وات؟ مقارنة بما مضى؟ كاينتيك انرجي برضه. هي الكاينتيك انرجي ما لها علاقة سواء ترانزليشن روتيشن في كاينتيك انرجي. فبرضه ستورينج كاينتيك انرجي، والسبرينج برضه ستورينج ايش؟ بوتنشال انرجي، بس بدل ما كان كي صار الان كي تي، كي تي اللي هو تورشن سبرينج، صار له ايش؟ سبرينج كونستانت في حاله التورشن. طيب والاليمنت الثالث اللي هو تورشنال دامبر برضه يعمل ديسيبيشن للانرجي. جاي اللينير سبرينج، احنا نتكلم عن لينير اند بروبوشنال سبرينج. لينير سبرينج اولا فيزيكالي، كيف نعرف ان سبرينج لينير ولا نون لينير؟ فيزيكالي، فيزيكالي سبيكينج، انه لما تعمل له اكستنشن وبعدين تعمل ريليزنج للفورس اللي عملت اكستنشن ايش بيصير له؟ يرجع لشكله الطبيعي، هذا لينير. ماثيماتيكالي انه لو رسمت انت الاكس، احنا رسمنا الاكس مع ايه؟ مع الاف، الاف ايش هي؟ الفورس، هذه الفورس. تمام؟ لو رسمناها الاف مع الفورس هنحصل على خط مستقيم. هنحصل على خط مستقيم لو طبعا ما دام انه مستقيم معناته له ميل ثابت. صح؟ الميل الثابت اللي هو الكي. لما تقسم دلتا اف على دلتا اكس تعطيك ايش؟ الكي، هذا الكي. فبالتالي معادلة الخط هذا اللي هو اف تساوي كي في اكس، اف تساوي كي في اكس، والكي ايش هو؟ ايوه الثابت سبرينج. هذا وضحت؟ في سؤال؟ طيب اذا احنا دائما نتكلم عن لينير سبرينج، ما نتكلم عن نون لينير سبرينج. حتى الكورس هذا نتكلم عن لينير فابريشن، ما نتكلم عن نون لينير فابريشن. في كورس ثاني اسمه نون لينير فابريشن، احنا نتكلم عن لينير فابريشن. تعريف اللينير فابريشن اللي هو انه يكون سمول ديفورميشن. اصلا اللي يخلي سبرينج انه ما يصير له بلاستيك ديفورميشن انه سمول ديفورميشن. صح؟ لو عملنا ديفورميشن عالي سبرينج لا يمكن يكون لينير ولا لا؟ طيب جميل. لو احنا اردنا ان نشوف، لو رسمنا الفورس مع الموشن، اوكي، فاذا كان الموشن لينير بيكون خط مستقيم. لو كانت الموشن نون لينير ما بيكون خط مستقيم انيمور، ولا بيكون السلوب ثابت، وانما بيكون السلوب متغير. تمام، مع الموشن. لو كانت اربيتري موشن، يعني موشن عشوائيه، تمام، ممكن تحصل على اي قيمه، تحصل على اي قيمه للسلوب. اوكي، لكن لاحظوا اللينير موشن، اللينير موشن في البدايه بدا خط مستقيم. صح؟ لاحظوا هنا بدا بخط مستقيم. طبعا انا الخط اللي رسمته هذا لا يمكن يكون مستقيم، لكن هو بدا بايه؟ خط مستقيم.
وبعد كذا شوف الآن هذا يعني اعتبره خط مستقيم جدلا، وبعد كذا صار له ايش؟ تغير السلوب وانتقل للنون لينير، فالنون لينير في البداية لينير بعدين يصير نون لينير. اوكي، طيب الهارمونيك موشن هذا اللي يهمنا، الهارمونيك موشن هي اللي حنتكلم عنها، وهي اللي يعني causes الفايبريشنز. اوكي، تعريف الهارمونيك موشنز لا تو بارتس او تو كونديشنز عشان تقول انه هذه الموشن هارمونيك. اول شيء انه اول تكرر نفسها كل فتره زمنيه، لاحظوا هنا لو شفت هنا هي نفس فين؟ هنا، تمام. هذا ايش؟ بيريود، نسميه احنا بيريود اللي هو تاو، جيد، هذا التاو. بعد كذا مكرر هو ولا لا؟ هذه اللي هي هارمونيك موشن، هنا تعتبر بيريودك موشن، بيريودك لانها تكرر نفسها، لكن عشان تكون هارمونيك موشن لازم يكون فيها شرط ثالث، عفوا شرط ثاني، انه يكون الاكسلريشن يساوي الديسبليسمنت مضروب في ماينس اوميجا سكوير. هنشوفه بعد كده ان يكون الاكسلريشن يتناسب مع ديسبليسمنت بعامل تناسب يساوي ماينس اوميجا سكوير، والاوميجا اللي هي التردد او الروتيشنال سبيد. التاو علاقته بالاوميجا ايش هي؟ لا، واحد على تاو الاف، الاف تساوي واحد على تاو، الاف نفسها تساوي ايش؟ واحد على تاو. لا، عندك الاوميجا تساوي ايش؟ 2 باي مضروبه في ايش؟ في اف فريكونسي. معناته انه الاف يساوي اوميجا على 2 باي. طيب معناته الاوميجا والتاو ايش علاقتها؟ ايش علاقة الاوميجا بالتاو؟ واضح، اوميجا تساوي 2 باي على تاو، صح؟ اوميجا تساوي 2 باي على تاو، لان الاف يساوي 1 على تاو، صح؟ فانت اذا عرفت التاو بتعرف الاوميجا مباشرة. المرسومة بالازرق هذه شيء ديسبليسمنت، صح؟ تقدر تحسب الاكسلريشن مباشرة اذا كانت هارموني، انك تضربها في ماينس اوميجا سكوير، بس تطلع لك ايش؟ تطلع لك الاكسلريشن، صح؟ جميل. فاحنا نتكلم في الكورس هذا عن لينير وهارمونيك موشن، نتكلم عن الثنتين هذه، وهذا للثنتين، مزيج الثنتين هذا حنتكلم في الميكانيكال فايبريشنز. احنا فقط الكورس هذا ما بنتكلم عن الساوند، نتكلم عن الميكانيكال ايه فايبريشنز. جيد، شوف ال هذه ذكرناها المرة الماضية، اللي هو انه عامل التناسب بين الفورس والاكس هي الكي اللي هي سبرينج كونستنت. ممكن احنا بالمناسبة طبعا سبرينج ممكن ما يكون شكله في الطبيعة سبرينج، شكل ثاني، بس في ايكوفالنت سبرينج كونستنت لهذا الشكل. يعني مثلا كانتليفر زي كده ممكن تمثلها فقط بايش؟ سبرينج، لانها هي تعتبر سبرينج. في عندك فورس وعندك دلتا، اللي ايش هي؟ ايش تمثل الدلتا؟ اللي هي كانت هناك في سبرينج، كانت ايش؟ كانت معنى ايش هي؟ سميناها ايوه ايش هي؟ هي اعطيناها رمز ايش؟ اكس، صح؟ معناته الكي ايش تساوي الان؟ اف على اكس على دلتا، صح؟ اف على دلتا. الدلتا ايش تساوي؟ ممكن من
اللي هو ايه؟ المسافة. المسافة. كيف نوجدها؟ من الميكانكس الماتيريال عارفينها. لما يكون عندنا كانتليفر بيم فيكس فري، ايش بيكون التب ديفليكشن؟ فالتب ديفليكشن عارفينها سابقا انها تساوي كذا، وبالتالي نقدر نحسب الكي ايش يساوي مباشرة، صح؟ هذه من الميكانكس الماتيريال اللي هي كي. وضحت ولا مي واضحة؟ يعني إذا كان عندنا كانتليفر بيم بهذا الشكل نستطيع أن نمثله بسبرينج، بحيث أنه الكي سبرينج هو هذا، سبرينج كونستانت هو هذا. واضح؟ وضحت؟ طيب، وبالتالي ال كي بي اللي هو ال equivalent spring للبيم، spring constant هو 3 في ال e في ال i على ال cube اللي هي هذه الدلتا. هذه زي ما قلنا من كتب الميكانكس اوف ماتيريال نعرفها كم تساوي. اوكي، لو كان عندنا تورشن، تورشنال سبرينج، فنفس الشيء، بدل ما كان عندنا كي صار عندنا كي تي، وبدل ما كان عندنا اكس صار عندنا دلتا ثيتا. اوكي، وصار الام بدل ما كان فورس صار ام هنا، صح؟ لانه عندنا روتيشن، وبدل ما كان اكس صار ثيتا. السبرينج كونستنت، تورشنال سبرينج كونستنت يساوي جي في الجي على ال. إذا كان عندنا شافت بهذا الشكل، أوكي، طوله L ولو مودلس اوف ريجيديتي، مش مودلس اوف الاستيسيتي، لا مودلس اوف ريجيديتي اللي هو G، وعنده بولر مومنت اوف انيرشيا J، فإن التورشنال سبرينج كونستانت يساوي الجي في الجي على ال. هذه معروفة من الميكانكس ماتيريال ولا لا؟ مرت عليكم، صح؟ ممتاز. شوف عندنا مثال، هذا فيكس فيكس وهذا سمبلي سبورتد. طبعا احنا نعرف من الميكانكس ماتيريال، نعرف من الميكانكس ماتيريال انه دلتا ماكسيمم يساوي ايش؟ اف في ال كيوب اللي هو الطول على 192 في اي اي. فبالتالي بيصير الاف يساوي كي في دلتا ماكس، وبالتالي الكي بنقدر نوجده بسهولة. الكي بي ايش بيصير؟ نلاحظ هنا اف، صح؟ لو عوضنا دلتا ماكس هنا حتصير تطير الاف مع الاف، حيبقى الكي بي يساوي 192 اي اي على ال كيوب. وضحت؟ طيب جميل. هنا برضو من ميكانكس ماتيريال نعرف السمبلي سبورتد بيم انه دلتا ماكس يساوي هذا الكوانتيتي، تمام؟ واحنا عارفين ان الاف تساوي الكي في دلتا، دلتا ماكس، فبالتالي بسهوله نقدر نحسب الكي بي. اف حتروح مع اف لو عوضناها هنا، ويبقى الكي بي يساوي 48 اي على ال كيو. يعني ممكن مثلا لو كان في عندنا ماس هنا، لو كان عندنا ماس، طبعا الماس هي اللي بتسبب الاف، صح؟ صح ولا لا؟ فممكن نمثلها احنا بسبرينج بسيط جدا، سبرينج معلق في ايش؟ معلق في ماس، بحيث انه سبرينج هذا ايش يساوي؟ هذا هو، صح؟ طبعا هنا فيكس. وضحت؟ طيب لو كان عندنا سبرينجز ان بارالل كي 1 كي 2، الايكوفالنت سبرينج اللي هو حاصل مجموع الاثنين بعكس الريزيستنس، فاكرين الريزيستنس لما تكون ان بارالل تكون ايش؟ واحد على كي 1 زائد واحد على كي 2 يساوي واحد على كي ايكوفالنت.
يعني واحد على ار، عفوا واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 يساوي واحد على ار ايكوفلنت. هنا العكس، لما يكون ان بارلل حاصل مجموعهم، لما يكون ان سيريس هيكون ايه؟ شوف ان سيريس هنا كان الايكوفلنت شو هو؟ واحد على كي ايكوفلنت، شوف هنا واحد على كي ايكوفلنت يساوي واحد على كي 1 زائد واحد على كي 2، وضحت؟ وبالتالي صار الكي ايكوفلنت يساوي حاصل الضرب على حاصل الجمع. ها يا شباب كليف؟ طيب مثال، عندنا مثال بهذا الشكل. شوف لاحظ عندنا how many springs عندنا هنا في المثال هذا، واحد ولا اثنين؟ ايش هم السبرينج اللي هو الرود اصلا؟ ممكن نعمل له موديلنج سبرينج او بيم، هو اصلا بيم مش رود. اوكي، ان الرود بس اكسيال لود، ما يتحمل بيندنج لود، بس هنا بيم. فالسبرينج للكانتليفر بيم، وسبرينج موجود اللي هو الكي، صح؟ في عندنا تو سبرينج. طيب عفوا، فبالتالي عشان نعمل له موديلنج يصير 1 ايكوفالنت سبرينج، هل بيعتبر هذا ان بارلل ولا ان سيريس؟ بارلل ولا سيريس؟ سيريس. طيب بس السيريس من صفات السيريس انه ما يكون بينهم فورس، لو كان في فورس هنا لا يمكن انك تجمعهم مع بعض. هنا هل بين اثنين فورس؟ بينهم فورس، صح، في نقطة مشتركة لكن فيها لود، وبالتالي ما تقدر تجمعها. لكن هنا هذه تعتبر نقطة واحدة، الثنتين دي كلها فيكس فيكس تعتبر واحدة، صح؟ فيعتبر ايش هذا؟ طلالة، صح؟ اثنين كي زائدا السبرينج كونستنت للكانتليفر بيم تجمعها مع السبرينج كونستنت للاكس، هذا هو الايكوفالنت. واضح؟ طيب واضح واضح. نشوف مثال الان ثاني، هذا المثال هذا المثال ابغاكم الان يعني جماعي، مجموعه 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 مجموعه، اعملوا عصف ذهني وحلوا المساله هذه، هل هي تكون ان بارلل ولا ان سيريز؟ تمام خلاص، في عصف ذهني يا جماعه. ها ايش رايكم؟ بهذا الشكل ما في فورس، ما في فورس، نعتبرهم ايش؟ سيريز، صح؟ طيب لو كان في فورس هنا ايش هم اللي برانا؟ كي 1 وكي 2 ايش؟ لا انت لا تبدا بالبارلل، ابدا بالسيريز. ايش اللي يصير؟ كي 2 وكي 3 ايش؟ سيريز. اكوبلنت اللي حق الاثنين هذا حيكون بارلل مع كي 1، وضحت؟ اذا ما تقدر تقول هذه بارلل سيريز الا لما تعرف اللود فين. شوف اللود هنا اف 1، شايف؟ هذا اف 1، هذا كيس 1. في هذه الحالة حيكون اف 1 في كي ايكوفلنت في الاكس، والكي ايكوفلنت هي حاصل ايش؟ قلنا حاصل جمع او حاصل الايكوفلنت لكي 2 وكي 3 ويعتبرون ان بارلل ولا ان سيريس؟ ان سيريس، صح؟ ويجمعون ان بارلل مع كي 1. هذا كيس 1. كيس 2 انه يكون الفورس تحت، فبالتالي بيصير ايش؟ بالضبط كي 2 كي 1 يجمعون.
حفظك الله صح. يجمعون ان بارلل مع بعض، عفوا ان سيريز مع بعض، وان بارلل مع كيفري. سهله ولا صعبه؟ طيب ممتاز رائع. شوف عندك مثلا هذه الرسمه سبرينج فورس، لو رسمنا الاكس مع السبرينج فورس قلنا انها حتكون خط مستقيم ولا لا؟ وميل الخط هذا اللي هو الكي. طيب في شيء ثاني غير الميل اللي هو الاريا اندر ذا كيرف. شوف الاريا هذه، الاريا هذه لها معنى فيزيكالي، لها فيزيكال مينينج اللي هي البوتنشال انرجي. الاريا اندر ذا كيرف اللي هي البوتنشال انرجي. مثلث، مساحه المثلث ايش هي؟ نصف القاعده في الارتفاع. نصف القاعده ايش هي؟ نصف القاعده اللي هي الاكس في الارتفاع. ايش هو الارتفاع؟ ايش هو الارتفاع هذا؟ ايش هو اللي هو، ايش هو هذا الارتفاع؟ سهل. لا مو دي في اكس. ايش هي الفورس؟ ايش السالفه؟ ها كي في اكس. اذا هذا كي اكس صح، وهذه اكس، واحنا نص القاعده في الارتفاع صارت نص ايش؟ اكس في كي اكس اللي هو صارت نص كي في اكس سكوير. هذه هي، وضحت؟ هذا لو كان ترانزليشن لينير. لو كانت روتيشنال هيكون ايش؟ نص كي تي في ثيتا سكوير. نفس الشيء بس تغير البارامترز. اليو تساوي كي في اكس في دي اكس، الكي في الاكس في الدي اكس. اليو اللي هي ايش هي؟ بوتنشال انرجي. طبعا هنا في something wrong اللي هو دي يو. هنا دي يو اوكي، كاننا فاضلنا او عفوا اشتقينا الطرفين، فهنا صارت دي يو وهنا دي اكس. الاثنين حيطير النص وحيصير كي اكس في دي اكس، كاننا فاضلنا الطرفين، واضح؟ وبالتالي يصير اليو انتجريشن فروم 0 تو اكس كي اكس دي اكس اللي هي نص كي اكس سكوير. يعني هذه عشان نبين احنا كيف حصلنا على اليو. هذه طريقه ان نستخدم يعني انترفل صغيره جدا اللي هي دي اكس، ونحسب ال دي، هذه نعتبرها هذه دي يو. الاريا لها دي يو، الاريا دي الصغيرة ايش هي؟ دي يو. دي يو ايش تساوي؟ ايوه دي اكس المسافة دي في كي اكس صح؟ في كي اكس اعتبرناها كانها مستطيل العرض في الارتفاع، فدي اكس في كي اكس، وبالتالي نفاضل عفوا نشتق انتجريت الطرفين فيصير يو انتجريشن فروم 0 تو اكس كي اكس دي اكس اللي هي نص كي اكس سكوير. في طريقه، يا اما بالطريقه هذه يا اما بالطريقه اللي قلت لكم اللي هي انه مساحه المثلث نصف القاعده في الارتفاع. هذه هي المساحه. طيب لو كان سبرينج ات انجل ثيتا، تمام، فحيصير الدي يساوي اكس. فين الدي؟ دي هذا، شوف عفوا الدي هذا هو حيساوي اكس في كوساين. هذه الزاويه ثيتا صح؟ هذه ثيتا وهذا اكس الى هنا، من هنا الى هنا. اكس كوساين ثيتا حيعطي الدي ولا لا؟ واضح؟ واكس ساين ثيتا حيعطي هذا صح؟ وضحت شباب؟ طيب اليو حتساوي نص كي كوساين، لا اللي هي هذه صارت دي الحين، دي سكوير. معي في النقطة دي؟ لأنه زي ما قلنا احنا انه البوتنشال انرجي هي نص كي في الاكستنشن اللي صار سكوير، أو في الكمبريشن اللي صار سكوير.
يعني يا اما انه اكستنشن او انه يصير كومبريشن للسبرينج، صح؟ فالمهم انه تربيع لهذه الكوانتيتي. فاللي صار للسبرينج الان الفعلي هي على شكل مائل، صار فيه كومبريشن بمقدار دي، صح؟ فصارت دي هي اللي تتربع مش الاكس. الدي تساوي، اتفقنا على انها اكس كوساين سكوير. في النهايه هنحصل على انه اليو تساوي نص كي اكوفلنت اكس سكوير، ونشوف الكي اكوفلنت ايش تساوي. الكي اكوفلنت حتساوي كي، هذه هي اسمه سمول، هذه كي كوساين سكوير ثيتا. طيب لو كانت ثيتا صغيرة، ثيتا لو كانت صغيرة جيد، حتكون كي اكوفلنت تقريبا يساوي كي، لان كوساين ثيتا واحد. اذا كانت صغيرة كوساين ثيتا الصغيرة بواحد، وكلما كبرت الكوساين كلما كان في فرق بين الاكوفلنت وبين الكي اللينير للسبرينج. وضحت؟ اذا ممكن نمثل احنا السبرينج بهذا الشكل، بشرط ان الكي اكوفلنت يساوي الكي في كوساين سكوير ثيتا، بحيث انه الثيتا هي زاويه ميلان الاكسس اوف ذا سبرينج مع الاكس اكسس. هذه كيف انه ممكن الباونسي، عارفين الباونسي اللي قوه الطفو، كيف انه ممكن نمثلها بسبرينج. طيب جميل، هذه مقارنة بين الماس في حالة ترانزليشن وفي حالة روتيشن. احنا عرفنا مقارنة ستيفنس في حالة ترانزليشن وفي حالة روتيشن اللي هو السبرينج. هنا الآن نقارن الماس، نفس الشيء، بس اللهم بدل ام، بدل ما يكون عندنا هنا ام، هنا ام، هنا حيكون عندنا ايش؟ كي جي اللي هي بولر مومنت اوف انرجي او ماس مومنت اوف انرجي. جيد؟ يعني نفس الاسلوب، حتى الريجيد بادي بيهيفير لهذا هو حيكون الريجيد بادي بيهيفير هنا، وكلها وظيفه التو اليمنتس اللي هو تو جين، شوف جين او لوس الكانتيك انرجي، يا اما انه يعمل ستورنج للكانتيك انرجي او لوس الكانتيك انرجي. طيب الكانتيك انرجي اوف ترانزليشن تساوي نص ام اكس دوت سكوير، عارفين هذه ولا لا؟ بينما في حالة الروتيشن تساوي نص جي ثيتا دوت سكوير، بدل ام حيكون في جي وبدل اكس حيكون ثيتا. طيب جي احنا نبغى ننهي، نتوقف عند هذا الحد، بس نبغى نتوقف عند نقطة يعني نبدأ فيها المرة القادمة إن شاء الله. فخلينا نبدأ عند، نتوقف عند النقطة هذه اللي هو الماس في حالة الترانزليشن وفي حالة الروتيشن. أتمنى لكم إن شاء الله يعني أيام ممتعة لغاية ما نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء، موعدنا الساعة 8 إن شاء الله هنا. نبلغ الإخوة الغايبين إن الموعد، المقر حيكون هنا، وحيكون نعم، لا توتوريال ما في للمهندس اللي غايب، فما في توتوريال اليوم. بالنسبة لي يوم الثلاثاء إن شاء الله حتكون المجموعة هذه حتشرح الجزء هذا، أنتم جزء لغاية الماس انيرشيا إليمنتس حيكون مسؤوليتكم. طيب نعم، ايش بو السيدي؟ اي دحين ممكن تحصل